السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. موضوعنا لهذا اليوم هو محفوظ وظافر، وحرفنا هو حرف الظاء، صوته الظ، صوته الظ. أعزائي التلاميذ، أخذنا في موضوع حوض السباحة حرف الضاد، حرف الضاد صوته الظ. شنو الفرق بين حرف الضاد وحرف الظاء؟ حرفنا هو حرف الظاء، ظ ظ. تلاحظون أعزائي التلاميذ، هو يشبه حرف الط لكن فوقه نقطة، هذا حرف الظاء. حرف الضاد ظ ظ ظ. شلون نميز بيناتهم؟ حرف الظاء ظ اثنينهم هما نفس الصوت، نفس الصوت، لكن شنو اكو فرق بيناتهم؟ الظاء لما ننطق الحرف اللسان يخرج خارج الاسنان، ظافرون ظافرون. لو تتدربون وياي اعزائي التلاميذ بالتدريب راح تعرفون الفرق بين هذا الحرف وهذا الحرف، ظافرون. تلاحظون اللسان يخرج خارج الاسنان، لكن عندما نقول حوض، حوض، اللسان يرتفع إلى أعلى الفم، حوض حوض. راح أكتب لكم الحرف، الحرف الأولي والوسطي والآخري نفس الحرف، نفس الحرف ما يتغير شكله. راح أصادق أظ آ ظ، أظ أو ظو، أظ اي ظي، اظ اي ظي، ظ اظ فتحة ظ، اظ كس الضمة ظو، اظ كسرة ظي مع التنوين، اظ تنوين الفتح ظن، اظ تنوين الضم ظن، اظ تنوين الكسر ضي. أعزائي التلاميذ، أقرأ لكم الدرس. محفوظ وظافر، محفوظ تلميذ نظيف يقول لصديقه ظافر أحفظ دروسي كل يوم وأحافظ على نظافة المدرسة، نظافة مدرستي، النظافة من الإيمان. أعزائي التلاميذ، أكتب الدرس وركزوا معي. مح افقو محفوظ، 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 ولد اسمه محفوظ. و ظافر ظ آ ظ، هذا مقطع ظ ظ. تلاحظوا أعزائي التلاميذ، في ظافي رون ظافرون. حرجع اكتب كلمة محفوظ، ما مفتحة ما اح مح، فو محفوظ، ظن محفوظ، تلميذ تي تكسرة تي ال تل، مي تلمي، ظن تلميذ، نظيف انفتحة ن، ضي نظي، مقطع طويل ضي هذا المقطع نظي، فن نظيف، يقول ي اي فتحة ي، قو يقو، لو يقول لصديقه الكسرة لي، اص فتحة ص، دي صدي، ق كسرة قي صدي قي، اه كسرة هي لصديقه الكسرة لي، ص دي لصدي قي لصديقي، هي لصديقه ظافر، أظ
آ ظ في ظافي رن ظافرين. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من هذا الموضوع. الجزء الثاني لموضوع محفوظ وظافر. أحفظ أحفظوا دروسي دروسي كل لا كل يوم من يوم وأحافظ أحافظ على نظافتي ن انفتحة ن ظ نظا ف نظافة ت كسرة ت نظافتي مدرستي م د مد ر ر فتحة ر مدرة س إس فتحة س مدرسة تي مدرستي. النظافة من الإيمان. النظافة تي تو عفوا تو النظافة من الإيمان مي ن مين الإيمان الهمزة وصل إي الإي ما الإيمان إن الإيمان مفروض أكو كسرة. أعزائي التلاميذ أقرأ الدرس وتبعوا معي. محفوظ وظافر. محفوظ تلميذ نظيف يقول لصديقه ظافر أحفظ دروسي كل يوم وأحافظ على نظافة مدرستي. النظافة من الإيمان. أعزائي التلاميذ القراءة المقطعية. مح مائح مح فو محفوظ محفوظ و او فتحة و ظا في ظافي رن ظافر مح فو محفوظ محفوظ تلميذ نظيف يقول الكسر لي ص اص فتحة ص لي ص دي لصديق كسر قي لصديقي اه كسر هي لصديقه ظا في ظافي رن ظافر احفظ دروسي كل يوم و أوحى في أحافظ ع ال على
نظا ف نظافة تي نظافتي م د مد ر مدرة س مدرسة تي مدرستي الن ظا النظا ف النظافة تو نظافته مي ن ال إي الإي ما الإيماني الإيماني. أعزائي التلاميذ، كتابة الموضوع مرتين مع كتابة الحروف والمقاطع الطويلة والقصيرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.